من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأمير المرسلين سيدنا ورسولنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فمرحبا بكم عبادا أوفياء مع الله بعهده الذي عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به. هذا البيت على طول ما نشترك في صلوات التراويح منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، لم أعهد في منتصف التراويح على طول هذه السنين ما أراه في هذا المكان، لكنني أرجو أن يستمر هذا التجمع الحاشد إلى ليلة العيد إن شاء الله، وألا ينجح الشيطان في أن يستزل المجموعة فردا تلو الآخر ما بين ليلة وأخرى. ثم أرجوه جل شأنه أن تكون صلوات الجماعة فيما بعد رمضان لا تقل عن نصف هذا العدد إن شاء الله، ويعذر المسافرون والعاملون والموظفون بصلواتهم حيث يكونون. ثم أما بعد، أتيت وأنا حتى الآن كيوم كنت في المرحلة الثانوية أو أواخر الإعدادية، لا أقف أمام المسلمين إلا وقد أرهقت نفسي في الإعداد لهم. هذه صفحات سبع أعددتها بعد صلاة الظهر في هذا اليوم لألتقي بكم، لكن كما عودني ربي أخطط وله الأمر وأدبر وبيده مقاليد كل شيء وأعد، لكن لا أقول إلا ما يريد. في هذه الليلة سأضرب الذكر صفحا عما أعددت وألتقي معكم فيه في لقاء آخر، والسبب مهم جدا، هو أنكم تسمعون القرآن بطريقة أدائية لم تعهدوها من قبل، أو ربما تستمعون إليها في المصحف بقراءة من القراءات القرآنية.
لذلك وأنا أحد الذين يعملون في خدمة القراءات القرآنية من منظور علم اللغة الحديث، أود أن أقول لكم إن وجود أمثال هذا القارئ الآن دليل على أن الله عز وجل يحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة. لقد ظل الأزهر الشريف بكلياته الشرعية، اللغة العربية وأصول الدين والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية والشريعة والقانون، ولم تكن فيه كلية للقراءات منذ أن أنشئ من أكثر من 1050 عاما حتى 20 عاما مضت، يومها فقط أنشئت كلية للقراءات القرآنية في مدينة طنطا، ولا تزال يتيمة في الأزهر حتى الآن، على الرغم من أن الأمر لو أن فيه تخطيطا كما ينبغي أن يكون لكانت كلية القرآن للقراءات وعلومها أولى الكليات إنشاء. القراءات، وما أدراكم ما القراءات؟ ألوان وطرائق ونمط أدائية لألفاظ القرآن الكريم، أنماط وطرق وصور أدائية، يعني تنوع في الأداء لألفاظ القرآن الكريم. من أين هذا التنوع؟ من عند رب العالمين. هذا الذي قرأ به القارئ اليوم هو رواية أو قراءة سيدنا ورش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وورش ابن مصر، من مصر، هذه القراءة قراءة مصر. القراءة التي في المصحف الذي معنا قراءة الكوفة، قراءة حفص الكوفي، هذه قراءة ورش المصري. ليست هناك مفاضلة بين قراءة ورش وقراءة حفص وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو، كلها قراءات صحيحة السند موثوقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. وليست في ربوع الأرض دولة تتقن قراءات القرآن الكريم وفيها قراء يقرؤون الناس بأسانيد متصلة إلى رسول الله تصل إلى نصف ما عليه مصرنا الفقيرة بحمد الله تبارك وتعالى. والقراءات وحي يوحى، القراءات القوية السند المشتهرة الشائعة وحي يوحى. قال ابن الجزري في طيبة النشر: فكل ما وافق وجه نحوي، وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة أركان. سأعطيكم نموذجا فقط للإعجاز في القراءات القرآنية. فيما قرأ القارئ الآن: بلى من كسب سيئة. العلم مش محتاج قصص وأساطير، العلم علم، والعلم الإسلامي أقوى من الفولاذ. شوفوا القرآن، شوفوا القراءات. بلى، قف، من كسب سيئة، اللي عتر ووقع في سيئة
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قراءة ورش التي قرأها القارئ الذي في المصحف عندنا في قراءة حفص: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، خطيئة واحدة. إنما قراءة ورش: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته جمع. إيه الفايدة من التنوع ده؟ إنه الصح اوعى تقول في القراءات إنه الصح، إنه الأرجح اوعى تقول في القراءات إنه الأرجح، كله أرجح وكله أصح. طب ليه التعدد؟ شوف يا سيدي، القراءة اللي بتقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته هي قراءة حفص. قال إن من كسب سيئة مفرد، سيئة مفرد واحدة، وأحاطت به خطيئته خطيئة واحدة وسيئة واحدة، والمراد الجنس، يبقى مفرد مع مفرد، فيه تناسق في رصف الأسلوب. طيب اللي قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، نقوم نقول له قال خطيئاته لأنه قال وأحاطت به، والخطيئة الواحدة لا تحيط، عشان تحيط يعني تلف حواليه خطيئاته لازم تبقى أكثر من واحدة. فقراءة حفص راعت إن سيئة مفرد فجاءت خطيئة مفرد، وقراءة ورش راعت إن أحاط محتاج عدد من الخطايا عشان تتم الإحاطة، فجاب خطيئاته تتناغم مع أحاطت. شوفوا الإعجاز، مفيش كتاب في الأرض أي لغة، أنا راجل بتاع علم لغة، ولا لغة فيها كتاب أدب أو شعر أو أي فن من فنون الأدب أو الكتابة فيه الكلام ده إطلاقا بحال من الأحوال. ولذلك في كتابي القرآن الكريم قراءات ومفاضات، القرآن الكريم قراءات ومفاضات، نماذج كثيرة من هذا النوع. أنا سعدت جدا لما قدمت فوجدت القارئ يقرأ بقراءة سيدنا ورش، لأن في ذلك إحياء لسنة كادت أن تموت، سنة القراءات القرآنية. القراءات يا سادة سنة متبعة، كان في كل قرية من 50 سنة وأنا لسه في إعدادي كنت مفيش قارئ بيقرأ في أي ميتم في بلدنا إلا وبيقرأ بالقراءات. النهاردة ما عندناش أكتر من 1 أو 2 في قرية بقت قد ما كانت 50 مرة بيقروا بالقراءات ومرعوشين. فمن سعادتي بما سمعت من قراءات أحببت أن أعلق على هذا الذي استمعتم إليه، هذا نطق من ألوان نطق رسول الله للقرآن الكريم كما علمه الله عن طريق جبريل، كاد أن يموت في الأرض لولا أمثال هؤلاء الذين يجيدون القراءات. حفظ الله القرآن الكريم وحفظ قراءاته الصحيحة الموثوقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، وحفظ الله الأزهر، وحفظ الله كنانتنا مصر، وحفظ بلاد المسلمين،
وكتب لنا النصر على الأعادي أجمعين، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.